بتضرب العيال في الحضانة وبتعذبهم وبتمنعهم الأكل، ولو كلوا ورجعوا بتأكلهم ترجعهم. إيه ده؟ لا ده أكيد مش بني آدم، أكيد مش بشر. لا يا معلم، دي مديرة حضانة في اسكندرية. خبر يهمك مع أحمد مطوع. انتشر تسجيل صوتي من داخل الحضانة وهي بتضرب طفل. تعالوا نسمع كده. التسجيل ده قلب السوشيال ميديا. اهالي الاطفال اتجمعوا كلهم وطلعوا على النيابه وعملوا كلهم محاضر. اللي فضحت كل الكلام ده مدرسه كانت شغاله جوه وصعب عليها العيال فقالت اقول. المدرسه بتقول ان هي كانت بتضرب العيال في الاماكن اللي ما فيهاش كاميرات في الحضانه، وان الطفل اللي كان بياكل ويرجع كانت بتاكله الترجيع بتاعه. كانت حاطه كاميرا قدام باب الحضانه، اول ما ولي الامر يوصل تبدا تهدي الواد وتغسل وشه لو بيعيط. كانت بتمنع كمان المدرسات اللي شغالين جوه الحضانه انهم يتعاملوا مع اولياء الامور عشان ما يقولهمش حاجه. المدرسه اللي بتقول لك ان كان في اطفال بتتضرب وبتشال من شعرها ومن ودنها. وصلت الاطفال موجودين في الحضانه انه جات لهم حاله نفسيه. الست دي لازم تاخد عقاب وعقاب قاسي كمان. نعذب اطفال بريئه ذنبهم ايه؟ مش قد الحضانات ما نفتحهاش. فخلي بالكم من اطفالكم عشان ما بقاش فيه امان. وصل الفيديو لكل الاهالي عشان يخلوا بالهم.